اهلا بكم متابعين الفت تي في، رجعنا لكم في لقاء جديد من لقاءاتنا الرمضانيه. لقاءنا اليوم مميز لان ضيفنا مميز. اليوم معنا سي محمد الشوبي، فنان ديالنا الغني على التعريف، بدا في المسرح في التلفزيون وايضا في التلفزه. فاليوم ما حاضر معنا في هذا اللقاء باش نتحدثوا اكثر على العالم ديال الفن والمجال الفني. اهلا بك سي الشوبي. اهلا وسهلا، مرحبا بكم. سي الشوبي، انت مؤخرا او في رمضان 2023 مشارك بعمل كوكو البنات، وهو فيلم سينمائي. هذا الفيلم هذا لقى واحد الضجه من بعد العرض ديالو في القناه الثانيه، دونك بغينا نعرفوا اكثر على هذا العمل، التجربه هذه كيفاش مرت، النجاح ديالها لمن كتنسبه؟ كوكو البنات هو واحد الفيلم التلفزي اللي اشتغلنا عليه، وانا عجبني الموضوع ملي تطرح عليا لانه موضوع الساعه وموضوع يعني ديال انتقاد واحد المجموعه ديال القيم اللي ولات كتدخل المجتمع انطلاقا من هذا الشيء ديال البوز ومن هذا الشيء ديال اللايكات ومن هذا الشيء ديال يعني جمع واستدرار العطف ديال المتتبعين، رغم انه حنا كنعرفوا انه هذاك الشيء يعني هو افتراضي كله. وهو التليفيلم اللي درت ليه الاخراج الاستاذه بركات صفاء بركه، واللي يعني انسانه اللي كتعرف يعني تشتغل وكتعرف تحط المسائل ديالها، وكان يعني الانتاج ديال المهدي الحلو اللي هو يعني ابن لطيف الحلو، واللي هما متمرسين في الانتاج يعني الانتاج الوطني في سينما وفي تلفزيون وفي مجموعه ديال الاشياء. وكان لقى واحد النجاح سورتو انه هو موضوع ساعه، وحنايا بغينا نتوشيو هذاك النوع ديال المواضيع. ودابا انا وليت كنلاحظ ان واحد المجموعه ديال يعني مجموعه ديال المسلسلات اولا يعني يعني اعمال ولات كتوشي هاد المساله، لانه هاد الشيء ديال اللايفات وهاد الشيء ديال الانستغرام وهادشي هجم على المواد الاعلاميه الحقيقيه، ولا هو كيدخل في بلاصتها، ولا هو اللي كيعطي لانفورماسيون حتى بالنسبه للاشهارات، ولاو هذوك الناس هما اللي كيديروا الاشهار لواحد المجموعه ديال الاشياء. ما بقاش الاشهار يعني بالقواعد ديالو، كيدوز في التلفزيون وكيتحترم الكايد شارج ديالو وكيتحترم كل شيء. اللي جا كيمشي لشي بلاصه شي مطعم ولا شي حاجه كيدير ليه الاشهار، او لا مشى لشي ما يعني شي حاجه شي ماده استهلاكيه كيدير لها الاشهار، وهذا يعني مبتذل. ومساله اللي كتخلي انه السوق الوطنيه كتولي سوق يعني عشوائيه، بحال داك الاقتصاد لانفورميل اللي ما كتخلصش عليه لا ضرائب لا ولا حتى شي حاجه. هاد الناس ما كيخلصوش ضرائب، ما كيديروا حتى شي حاجه، وكيربحوا فلوس ولقاوها من الجنه والناس، انهم ما كيربحوا حتى شي، ما كيعطيو للدوله حتى شي حاجه، بمعنى لا ينفعنا شيئا. وهذا هو الاشكال اللي خلاني انا نشارك في هذاك الفيلم. سي محمد شوبي، قبل من العرض ديال الفيلم ديال كوكو البنات كنتي خرجتي بواحد التصريح او تدوينه فيسبوكيه وقلتي فيها بانك مشارك في رمضان بعمل يتيم. شنو اللي خلى فنان بحجم سي شوبي انه يطلق على الاسم على الفيلم اللي غيشارك فيه هذا عمل يتيم؟ وقلتي بانك انت ما بقيتيش مطلوب، فشنو اللي خلاك تقول هذا الامر؟ بطبيعه الحال انه ملي كتشوف دابا الاعمال اللي كدوز في يعني في القنوات كلها كتحس بانه يعني عندك نصيب، ممكن يكون عندك نصيب، ولكن يعني تسدى بعض الشخصيات اللي انت يعني احق بها، تسدى لي ناس اللي ما كيخدموهاش ما كيعرفوش يخدموها، وهنا كيحس في نفسك انه ديك الشخصيه ضاعت. ماشي ما كيهمش انك تشتغل ولا ماشي تشتغل، كيهم انه شخصيه معينه كانت غادي تكون مطروزه بواحد الطريقه، ولكن تعطات لشي واحد اللي كيخدم غير بالماكينه، يعني ماشي الطراز ديال بصح ديال اليد وكيصاوب داك الشيء يعني على حقه وطريقه. وهذا هو اللي حز في نفسي، وكنقول يعني علاش شركه الانتاج يعني ولات ما كتخممش في الناس الصنيعيه ديال بصح اللي كيشتغلوا مزيان
واللي كيعطيو من دمهم وتعطيو من وقتهم وتعطيو من بزاف ديال الحوايج وكتخدم الناس ديال الكونفيكسيون بحال دوك اللي تيجيبوا الشينوا كيخبيهم في شي كراج وكيبداو يخدموا شي حاجه اللي ما عندهاش ما كتبقاش في السوق، يعني دغيا كتستهلك. بحال دابا شريتي واحد الحاجه ديال الشينوا راه غادي تمشي ليك غادي تسالى، ما تبقاش دائما. والناس كينساو، البوبليك هو الآفة ديالته هو انه كينسى. يعني الا دازت مثلا انا عليا غير سنتين ما اشتغلتش، حتى واحد ما باقي يعقل عليا، حتى واحد ما باقي غادي شو يعقل انه الشوبي راه كاين. وهذا هذا شيء يحز في نفسي، خصوصا وانه انا اعيش من هذه الحرفه واعيش من هذا العمل. وكاينين الناس اللي عندهم اعمال اخرى كيشتغلوها وعندهم بزاف ديال لي بيان وعندهم بزاف ديال السمي، ولكن داخلين حتى هما مزاحمين في هذا الشيء هذا. واش ممكن ان الفنان يعيش من الفن؟ بطبيعه الحال انا عايش منه، انا عايش من الفن. نهار خرجت من الوظيفه العموميه تخليت عليها ودرت استقالتي، هذه من 98 حتى الان، يعني عايش سميتو عايش بالمدخول ديالي الفني، عايش بالاشتغال ديالي في الساحه المسرحيه والساحه السينمائيه والساحه التلفزيونيه. هادشي باش عايش، يعني ما عنديش مدخل، يعني شي مورد عايش اخر عندي، هذا هو المورد العيش. اذا يعني انا عايش بسميتو كنقري ولادي بهذا المدخول، وكنعيش بهذا المدخول، ويعني الحمد لله ما خاص حتى شي خير. الانتاجات التلفزيونيه المغربيه مؤخرا الناس بدات كتقول بانها راه ولات في مستوى جيد وعرفت واحد التطور، وولات كتلقى اشاده ماشي غير على مستوى المغرب وانما عربيه. فبالنسبه لك واش فعلا الاعمال التلفزيونيه المغربيه وصلت للمستوى المطلوب؟ هو حقيقه انه مشكله عندنا في رمضان هو واحد السله اللي كتجمع جميع السلع، وهذوك السلع كاين فيها الغد وكاين فيها السمين، كاين فيها الاشياء الجميله وكاين فيها الاشياء الرديئه. والاشياء الرديئه للاسف كتعوم على تطوف على الوجه ديال الماء، بمعنى انها حيت ماشي ثقيله ماشي صحيحه. دونك اشنو اللي كيطلع الاول؟ كيطلعوا دوك يعني الاعمال السيئه والاعمال اللي ما عندهاش جوده والاعمال اللي تشتغل فيها غير بالزربه وتشتغل فيها بزاف ديال الحوايج وتشتغل بها بهم الربح ماشي بهم اعطاء واحد الماده معينه للبيبليك. ولكن كاينه اعمال اللي زعما حقيقه راسخه وغاديه في انما ملي هذا الخليط اللي تيوقع في رمضان، وبحال ملي كتخرج للسوق في رمضان وما كتعرفش اش غتشري، يعني كتبدا تشهى هذا بغرير هذا كذا هذا كذا هذا كذا، ولكن في الاخر كتدي داكشي للطبله ما كتاكلش كلشي، كتخلي داكشي وتتولي هذاك اسراف في الاخر. دابا هنا المشكله ديال الاعمال الفنيه في رمضان هو الاسراف في وضع الماده التلفزيونيه للبيبليك، لانه البيبليك تيولي كيستهلك عدد لي زيماج اللي كيستهلك في ديك الليله كثير جدا، لدرجه انه بحال دابا مثلا اللي كيتعاودوا ممثلين كيتعاود في هذا المسلسل وفي هذا المسلسل وفي هذا المسلسل، ما كتعرفش هنا مسلسل فاش كتفرج، واش هذا ولا هذا ولا هذا، وما كتعرفش شنو اللي واقع بالضبط. علاش؟ لانه الكثره والوفره، وهاد الوفره هذه مناش كتجي من كون المستشهرين كيطلبوا هاد النوع ديال الاعمال. علاش؟ لانه الاشهار هو المهم بالنسبه لرمضان، الاستهلاك هو المهم. اذا تنركزوا على الاستهلاك ديال المواد، وكنخليو البوبليك انه يمشي يتغر بشي حوايج اللي ما كايناش. كاينين الاذواق، ولكن كاين اللي كيخصك تربي ليه الذوق بعدا اولا، لانه الذوق ماشي غير يجي ودير الذوق وصل على النبي، لا كيخصك تربي الذوق عند البيبليك. وباش تربي الذوق عند البيبليك كاين جوج ديال الحوايج، اولا التعليم التربيه كيخصها الداخل ديال المدرسه هو اللي كيركز في هذا الشيء، ثانيا ان المحيط ديال الاعلام ككل كيخصو يكون توافق ويكون عنده واحد الرؤيه لاش من البيبليك بغينا، ماشي اعطيه وصل على النبي، هذا نعطيو للبوبليك اللي عطيناه راه غادي يكونسوميه، ولكن اش من بوبليك بغينا؟ واش بغينا بوبليك افيرتي
كيفهم كيعرف كيساهم كيولي رأي عام داخل الوطن، أو لا بغينا غير بيبليك مستهلك وساكت وتيشرب حريرة ونوض فحالو وينسى العام الجاي شنو وقع. فبالنسبة للأعمال الرمضانية، واش تقدر أنت معروف عليك الجرأة، واش تقدر تحدد لنا إنا فيلم أو مسلسل اللي شتيه في هذا رمضان وبالك بأنه هو اللي كيستاهل أنه يتشاف، ومن جهة أخرى شنو هو المسلسل أو لا الفيلم اللي كتشوف بأنه غير الناس اللي غيشوفوه غير تضيع الوقت، أنه ما كيلقاش المستوى المطلوب؟ أنا بالنسبة لي أسوأ عمل كيتعرض دابا هو مشيتي فيها، يعني هاد المادة هادي كيخصها تنزل تحيد كاغيمو، لأنه إحنا يا ناس اللي ما كنعرفوش نضحكوا مع الناس، كنبسلوا عليهم، كنبسلوا على هذاك الضيف اللي كنجيبوه تما، لأنه إحنا متفقين معاه بعدا أولا، وتنكذبوا على الناس كنقولوا لهم راه حنايا هذيك راه كاميرا خفية، إحنا راه تنكذبوا لأنه مخلص هذاك الضيف، إضافة لأنه تنكذبوا على الببليك، تنكذبوا على الببليك. أش كنعلموه؟ كنعلموه يتطبع مع الكاذب، وهذاك التطبيع مع الكاذب هو اللي كيخلي ان القيم الاخلاقيه عند الببليك كلها هو كتنهار، لانه تيقول لك واو متى وما تيتفلى وما تاع حنا حتى انا نتفلى حتى انا ندير اللي بغيت، بمعنى كيدخل كيتماهى مع داك الشيء، وهذه هي أسوأ ما كيوقع في الاعلام، هو انك تخلي الناس يطبعوا مع الكاذب، مع يعني قله القيم ومع الرداءة في التصوير، حتى كاين الرداءة حتى في التصوير، كاين الرداءة حتى في الحوارات، حتى في داكشي اللي كيدوز كاين رداءة كثيرة بزاف. وهنايا هاد المشكلة ديال الكاميرا خفية ولا سميتو هادي شحال هادي وحنا كنناقشوها، ولكن ما عرفناش واش كاين شي لوبي معين اللي عزيز عليه انه ياخذ الفلوس من هاد الشيء هذا، او لا الله اعلم ما فهمناش. وكاين اعمال اللي جيدة ويعني وكنتبعوها وصالحة للاستهلاك، لاستهلاك القيمي، لاستهلاك المعرفي، اللي فيها واحد المجموعة ديال القضايا مجتمعية. وكنحيي الناس ديال كاينة ظروف، لأنه بالفعل سلطوا الضوء على واحد النوع، واحد الشريحة اجتماعية اللي ما عمرنا انتبهنا لها، اللي هما النساء اللي كيخرجوا من السجن. النساء ملي كيخرجوا من السجن اشنو كيوقع لهم؟ يعني مازال ما عرفناش الاحداث الاخرى اللي غادي تجي، ولكن كنشكر الطاقم اللي دار هذا المسلسل، اضافه لان المكتوب رغم ان المكتوب هذه السنه هذه اضعفه، ماذا اضعفه؟ انا باش نحدد، يعني هو منتوج جميل، منتوج قوي، فيه بزاف ديال الحوايج، فيه بزاف ديال لي ميساج، ولكن اشنو اللي مضعفه؟ ضعفاته الشخصيات اللي تزادت، ديك الشخصيات اللي تزادت تقحمات، بحال تقحمات إقحاما باش تكمل واحد البوزل ديال شي حاجة، ولكن ما عطاتش يعني ريتم ديالها داخل المسلسل. كون بقينا مع حليمة وبقينا مع الباتول وبقينا مع سليمة وبقينا مع سميتو في واحد الصورة أخرى، واحد الرؤية أخرى، وبقينا غير واقفين غير عند لادين ديال عمر، حاولت يوسف أنه يتقرب من هند وبزاف ديال الحوايج، كنا نديروا واحد العمل اللي فيه نفس الشخصيات اللي كانوا وتطوروا. مات عمر اللي هو الأب، مات طبيعة الحال، ولكن هذا من بعد الموت، ما بعد الموت راه مهم جدا، فيه الإرث، فيه بزاف ديال الحوايج، فيه مشاكل كثيرة، نقدروا نناقشوا الإرث، نقدروا نناقشوا يعني العلاقات الرضائية، نناقشوا فيه سميتو يعني مدونة الأسرة، نناقشوا فيه بزاف ديال الحوايج، بدون ما نجيو نضيفوا نجيبوا شخصيات أخرى ونقحموها، لأنه هذاك الإقحام ديال ديك الشخصيات الأخرى يعني خنق الريتم ديال 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 المسلسل. وهذا أنا كنلاحظ أنه ملي كيكون يعني الاشتغال ديال هذوك الناس، دوك الشخصيات القديمه اللي كانت في لازم تكون بيناتهم، كيكون واحد الريتم مزيان، اون فوا كيدخلوا هذوك الاخرين الريتم كيطيح. راه كاينين مسلسلات اخرين ولكن كيدوزوا غير مره في الاسبوع، واللي مهمين جدا، اللي منهم عين كبريت، منهم عيشه، يعني هادو مسلسلات جميله جدا، ويعني تقنيا ولا في التفكير
التفكير ديالهم ولا في كل شيء ديالهم يعني مزيانين، انما جاوا هكا في هذيك مقسمين يعني يمكن نكملوهم من بعد ونشوفوا، ولا نشوفوهم ثاني من بعد ونشوفوهم كاملين في يوتيوب واش كاينين ولا ما كاينينش. ما يمكنش اننا نطلقوك وما نديروش على موضوع الساعه اللي هو موجه الغلاء. موجه الغلاء هو الشغل الشاغر دابا عند الجميع، فانت معروف لك انك تبدي الراي ديالك في القضايا الاجتماعيه ودائما كتشارك مع الجمهور والمتابعين ديالك الاراء ديالك حول مجموعه المواضيع سواء كانت متعلقه بجانب اجتماعي او سياسي، فما كتحرش ما كتلقاش حرج انك تدوي في هذه المواضيع هذه. فبالنسبه لسي شوبي، شكون اللي كيبان لك انه المسؤول على هذه الموجه ديال الغلاء اللي كتعرفها المغرب؟ اللي كيتحملها بالاساس هما الناس اللي قاسوا الصناديق ديال المغرب، الناس اللي مشاو ديريكتومون اللي جاوا للحكومه ديالتهم جاوا مشاو للصناديق ضربوها كلها، يعني لا المقاصه لا صندوق ديال التقاعد لا الصناديق كلها هي قاسوها. علاش؟ لانه باش يديروا الخاطر البنك الدولي وباش يحيدوا لي شارج على الدوله ويلوحوها على الشعب. هذا اللي دارت حكومات البي جي دي قبل ما تمشي في حالها. وشنو خلات؟ خلات الترعه، خلات الترعه لمن الناس المستثمرين اللي ديال البلاد اللي جاوا هما اللي ربحوا الانتخابات. بطبيعه الحال ما غاديش يقولوا لا انا مستثمر ولقيت الباب قدامي محلول مشرع ونقدر نزيد في المحروقات، نقدر نزيد في السلع، نقدر نزيد فاش ما كان، علاش لا؟ انا غنستافد انه غادي ندوز واحد الفتره ديالتي وغادي نمشي في حالي وغنستافد انا اكثر. اذا لقيت الفجوه خلاوها ليا شي وحدين. هذيك دابا حنا تنقولوا هذوك احزاب سياسيه، هذو احزاب غير ديال الفلوس، هذو احزاب معروفه بالفلوس، معروفه انها دخل خرج ما كاينش. اما الاخرين زعما راه حكومات سياسيه، والحكومه السياسيه كيخصها هي اللي تكون تدافع على الشعب، ماشي تكون تحيد ليه يعني المكاسب ديالو. وهذا اللي خلى بن كيران يعني خلى هاد الفجوه لهاد الناس يديروا فينا ما بغاو، ومازال دابا باقي كيحلوا فمهم وكيقول لك لا هما راه هما ما عطاش شنو داروا، ما عطاش شنو سميتو، نقدوا المغرب ما نقدوا المغرب، باش نقدوا في المغرب؟ المغرب ها هو تياكل العصا، ها هو الشعب مسكين جالس كيتسنى قفه هي الاخرى باش يكملها. مع عمر كنت كنتقدى قفه مثلا في الاسبوع كنتقداها ب 600 درهم قفه، يعني فيها كاع جميع الحوايج اللي كان اللي كتزن. دابا 1700 درهم، شحال تزادت عليا بزاف، يعني تنخرج الاسبوع كنمشي تتمشي لي 1700 درهم. وبعض المرات ما تيكونش عندي بزاف ديال الحوايج، كنقول حيد هذه حيد هذه بلاش هذه بلاش هذه بلاش هذه بلاش هذه بلاش. كنت كنشري مثلا 2 كيلو طماطيشه ولا كنشري كيلو طماطيشه ولا نص كيلو طماطيشه، يعني ما بقاش عندي يعني القدره الشرائيه ما بقاتش عندي باش نتقدى. علاش؟ لانه شي ناس من قبل هرسوا لي كاع داك الشيء اللي كنت كنعيش فيه، الرخاء اللي كنت كنعيش فيه، ومشاو في حالهم. هما راه تيشدوا التقاعدات ديالهم، راه هما مرتاحين مع راسهم، ما كيتسوقوا كاع هما لهذاك السوق واش كاين ولا ما كاين. وانت راك الشعب راه كيتحرق. مؤخرا سي شوبي خرجتي بتدوينه فيسبوكيه ايضا، قلتي فيها ان كنتقدتي فيها المؤثرين والحضور ديالهم في الشاشه الرمضانيه، وصفتيهم بالكائنات الافتراضيه المشوهه، فواش ما خفتيش ان من ردود الفعل اللي غتلقاها هذه الكلمه او الناس ما غاديش يتقبلوها؟ واش كتشوف فعلا شنو اللي دفعك انك تقولها؟ ما كنخافش انا من ردود الفعل، ردود الفعل غتكون سواء قلتي كائنات افتراضيه مشوهه او كائنات افتراضيه يعني فاعله في المجال. انا بالنسبه لي يعني المؤثرين ماشي بالضروره انهم يكونوا يعني هما افتراضيين بطبيعه الحال، لانه هما تيعيشوا بالافتراضي وتيعيشوا باش؟ تيعيشوا بالفضول، لانه الاغلبيه ديال هذوك المتابعات هي فضول، هي باغي يشوف اشنو كي اشنو واقع. كدوز كتكليكي صلاه على النبي، اون فوا كتكليكي كدوز واحد المده شويه قصيره صلاه على النبي، هذاك دخل ليه واحد لاسون، دخلات ليه واحد الفي صلاه على النبي، تيولي انت محسوب عليه.
إذن كتولي كاين اللي كيتبلى بدا فضوليت. دابا المغاربه معروفين انهم فضوليين، شي الا كانت غير كسيده دابا واقفه راه كيجي كلشي كيوقف، وشي كيصور وشي كي ما عرفتش شنو كيدير، واحد كيعطي تيولي طبيب، واحد باغي يدير الاسعاف، واحد ما عرفتش شنو، واحد كيكحز في عباد الله تيولي يدير الامن، كل واحد شنو كيدير، لان حتى فضوليت، حنا شعب فضولي ما كيدخلش السوق راسو، وهذا هو الاشكال اللي خلى، ماشي الاشكال، هذا هو المدخل اللي خلى ان الناس تولي متبعة هاد الكائنات المشوهة. يعني كدير روتين اليومي، ولا دير كتبيع شي ماده معينه، ولا كدير شي عكر في شكل، ولا كدير شي تخربيقه في شكل، او لا الدري كيبدا يسب ولا يغرق العباد الله ولا يدير شي حاجه، بالنسبه ليه صلاه على النبي كلشي كيتصنت ليه، كلشي كيتبعه، كيضحك من المآسي الاخرين، وهذه هي الخطيره، انك تضحك من المآسي الاخرين، بمعنى انه انت يا صديق انسان سادي اللي كتضحك من المآسي ديال الاخرين. الاخرين ما كنضحكوش من المآسي ديالهم، كنوقفوا معاهم، كنحاولوا اننا نهزوا من المعنويات ديالهم، ماشي نضحكوا عليهم ونصيفطها لصاحبي في واتساب شوف 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 شوف، ونبداو تندوروا نضحكوا وداك الشيء، فضائح وروينا صداعات وداك الشيء، هذا راه اشكال اخلاقي، اشكال قيمي، هذا هو المشكل اللي كاين فيه، اشكال قيمي ديال القيم. واش تربيتي على شي قيم ديال الانسانيه، اولا تربيتي غير باش تضحك على عباد الله؟ كلشي كيعرفك كفنان مسرحي، كيعرفوا لك هذا الجانب، ولكن ما كيعرفوش انك اضافه الى الابداع ديالك في هذا الجانب المسرحي والسينمائي والتلفزي ايضا، فانت ايضا كتصدر كتب، يعني كتكتب، فآخر إصداراتك هو وطن على حافة الرحيل، تقدر تقربنا أكثر من هذا المولود الأدبي وتدويلنا على التجربة ديالك في المجال الأدبي؟ حقيقة أنا ملي كنت يعني تقريبا في ما بغي نقول الإعدادي، وأنا أحاول ما أمكن أنني أكتب، لأنه كان واحد مجموعة ديال الأساتذة الله يذكرهم بخير، كانوا مهتمين بالادب، مهتمين بالادب الشبابي، وكيحاولوا ما امكن انهم يديروا لنا ديزاتولي باش اللي كيكتب القصه، اللي كيكتب الشعر، اللي كيكتب الخطيره، اللي كيكتب المقاله، اللي كيكتب، حنا كانت عندنا واحد الفرص معينه زوينه بزاف، لانه الاساتذه اللي قراونا هما اساتذه اللي ماشي جاوا يقريو غير يدرسوا غير يعني المواد اللي كاينه في البروغرام، بل اكثر من ذلك تيتصاحبوا وتيولفوك انك تتعلم اشياء اخرى اللي غتنفعك خارج الدرس انت راه غادي تقبل الدرس ديال الفيزيك، غادي تحفظوه، غادي تخدمه، غادي دير المسائل ديالو، وهذاك عادي لانه تيولي تكنيك، سي تكنيك، ولكن ما هو انساني وما هو سيفيد في يعني فيما تبقى من عمرك هو هذاك الشيء، انفتاح على الادب، انفتاح على الصوره، انفتاح على التشكيل، انفتاح على السينما، انفتاح، لدرجه ان واحد المجموعه ديال الاساتذه كانوا في يعني في السيني كلوب كيديونا كنحضروا يعني مناقشات الافلام، افلام كتعرض من بولونيا، من روسيا، من مجموعه ديال الدول، وكتناقش. اذن هذه المساله هذه فتحت لي انايا، فتحت عندي القريحه ديال انه نبدا نكتب، ومن ديك الساعه وانا كنكتب، كندير المسرح ولكن كنكتب، وكنجيب الدراري ونوريهم ونقول لهم فوالا، نقرا عليهم، بعض المرات كنديروا امسيات هي ولا امسيات ديال الخاطره ولا شي حاجه، وكنقراو داك الشيء اللي كاين بيناتنا، وبقى هذا الشيء مستمر الى ان اصدرت يعني المجموعه القصصيه الاولى ديالتي اللي هي ملحمه الليل، ومن بعد عاوتاني اصدرت يعني مسرحية حر الغرام اللي كنت كتبتها مدة طويلة وبقات محطوطة في الرف، وهذا الديوان هذا وطن على حافة الرحيل وكتبته على لمدة سنوات من 97 وانا كنكتبه حتى 2019 عاد صدرته، يعني مدة طويلة إطالي على هاد السنوات كلها هي، وهي اللي جات تقريبا الى لاحظتي جات من وراء حكومة التناوب،
وحكومه التناوب فتحات لي الفرص ديال انه يعني نبدا نكتب في جرائد، نكتب في يعني في مجموعه من المنابر الصحفيه، نكتب يعني مقالات حول مجموعه من القضايا الوطنيه. يعني هاد الفرصه اللي تحت ليا في ابان حكومه التناوب هي اللي خلاتني انها تشجعتني انني نصدر الكتابات ديالي. ودابا مازال ان شاء الله عاوتاني باقي اشياء اخرى غادي نصدرها قبل ما نمشي في حالي عند الله. مشاهدينا، كان هذا هو لقاءنا اليوم. نتمنى اننا نتلاقاكم في لقاء جديد ان شاء الله قريبا جدا مع ضيف جديد وموضوع جديد. السلام عليكم.